وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد الزباري، نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة. مرحبا بك أستاذ معنا في نشرة الأخبار، وبداية نود أن تحدثنا عن أهمية تنظيم مثل هذه الورش، وبالتحديد ورشة عمل الإجراءات والآلية الدولية لحقوق الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مساكم الله بالخير، وحبينا نشكركم على إتاحة الفرصة للحديث حول هذه الورشة. مرحبا. طبعا في البداية نود أن نؤكد بأن مملكة البحرين أولت اهتمام كبير بحقوق الإنسان لإيمانها بأن حقوق الإنسان هو الركيزة الأساسية لحماية أمن الوطن وبناء السلام واستدامته. طبعا قامت مملكة البحرين بسن التشريعات وإنشاء الآليات والمؤسسات الوطنية التي تتولى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، طبعا سعيا إلى ضمان التطبيق الفعال لمختلف قواعد ومعايير حقوق الإنسان. جاء انعقاد هذه الورشة المتخصصة بعنوان الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تسلط الضوء على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتزامات الدول تجاه هذه المواثيق، مع شرح مفصل لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وأيضا تجارب مملكة البحرين في هذا الشأن، وكذلك ماهية متطلبات إعداد التقارير والردود الدولية. وطبعا ذلك كله سوف يكون خلال 5 جلسات على مدى 2 يوم. نعم أستاذ محمد، طبعا هناك أهداف لهذه الورشة، نود أن تحدثنا أو توضح لنا أبرز الأهداف المرجوة من هذه الورشة. طبعا هذه الورشة راح يكون فيها مشاركين يصل عددهم لحوالي 70 مشارك من خبراء دوليين وممثلي ومنتسبي كافة الجهات والأجهزة الوطنية، وأيضا منظمات المجتمع المدني ذات الصلة. وخلال هذه الورشة طبعا نسعى إلى تعزيز الجهود الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأيضا العمل على تحقيق أهداف خطة مملكة البحرين الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، خاصة فيما يتعلق بتطوير أدوار آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية. نعم الأستاذ محمد الزباري، نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة، شكرا جزيلا لك.